السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زوجة أيوب صبرت على زوجها وباعت شعرها في محنة مرضه. من هي امرأة سيدنا أيوب عليه السلام؟ وما اسمها؟ وما قصتها مع زوجها؟ وكيف كافأها الله تعالى على صبرها وإخلاصها؟ قص القرآن الكريم قصة نبي الله أيوب وكشف فيها معالم الصبر التي كان نموذجا للبشر من بعده، كما قص قصة زوجة أيوب عليه السلام مرتين دون أن يذكر اسمها، وكلتاهما جاءتا في سياق الحديث عن أيوب وذكرت فيهما بصفتها أهله أي زوجته. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. سورة ص الآية 41 إلى الآية 43. وجاءت الآية الثانية في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء الآية 84. وذكر المفسرون أن زوجة أيوب كانت تسمى رحمة، وكانت حفيدة النبي يوسف عليه السلام، وفي اسمها خلاف عند المفسرين، فيقال أنها ليا بنت يعقوب، ويقال أن اسمها كان ناعسة، ويرجح المفسرون أن اسمها كانت رحمة أو رحيمة بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. رحمة زوجة أيوب كانت وفية مخلصة لزوجها، عاشت معه وفية بإخلاص في السراء والضراء، وصبرت على فقر ومرض زوجها، ووقفت بجانبه ولم تتخلى عنه لحظة بعد ابتلائه، إلى أن أنعم الله تعالى عليه بالشفاء وأعاد إليه صحته وماله. وكان الله تعالى قد أنعم على أيوب بنعم كثيرة في الدنيا، فكان يمتلك أراضي واسعة بالشام، وأنعم الله عليه بالمال والولد، وأسبغ عليه من الصحة والعافية، فكانت النعمة تامة على أيوب. اختبر الله أيوب ليضرب المثل لعباده بأن النعمة لا تدوم، فيعلم الشكور للنعمة والصابر على زوالها، فقد زال كل ماله ومات كل أولاده وأصيب بالأمراض، فاعتلت صحته وهزل جسمه، وظل يعاني من الآلام وآلام الفقر وعذاب المرض والوحشة، فقد أصبح بلا ابن ولا أخ ولا صديق، فقد مات أبناؤه وتخلى عنه الأهل والأصدقاء بعد ابتلائه، لكن زوجته رحمة هي الوحيدة التي وقفت بجانبه بإخلاص وصبر تواسيه وتشد من أزره وتحثه على الصبر وتخفف عنه آلام المرض وترفع من روحه المعنوية وتخدمه وتحمد الله معه. وأيوب لا يفتر عن ذكر الله العلي،
ما به من ضر وبلاء، وكانت تسعى للحصول على رزقها ورزق زوجها بكفاحها وعملها وعرق جبينها وكد يمينها. وقيل إنها كانت تعمل في أقصى الأعمال وأشقاها، وفي الأعمال التي لا تناسب مكانتها السابقة، ولكن كلها كانت شريفة لا تمس شرفها، وكانت تضطر شدة الحاجة إلى التسول سؤال الناس، وقد ألجأتها شدة الحاجة إلى أن تجذ شعرها وتبيعه للحصول على طعام بثمنه لزوجها. رحمة، زوجة أيوب، كانت جميلة فتعرضت للمضايقات الكثير وإغرائهم لها بالمال والهدايا الثمينة، ولكنها كانت عفيفة شريفة حرة فتردهم في حزم وصرامة. وقد عرض أحد الرجال الأثرياء الأقوياء مما يتمتعون بنفوذ وجاه وسطوة الزواج على رحمة وتركها لأيوب المبتلى الذي أصبح لا يقوى على الحركة، لكنها سدته بعنف وحزم ورفضت هذا العرض السخي في إباء فشن من مفضلة الوفاء على هذا الإغراء. ولكن بعد كل هذا، لماذا توعدها أيوب في محنته أن يضربها 100 صوت؟ قالت لزوجها ذات يوم: ادعي الله يا رجل أن يرفع عنك الضر ويمن عليك بالشفاء. فقال لها أيوب: والله يا امرأة، إني لأستحي من ربي أن أطلب منه ذلك، وهو العليم الخبير بحالي وبشؤون عباده، ولو شاء لرفع المرض عني. ثم كررت عليه طلبها مرارا، فغضب من إلحاحها وظن أن إيمانها بالله قد ضعف وصبرها على نوائب الدهر قد نفذ، فأنذرها إن شفاه الله من مرضه وأخرجه من محنته وأعاد إليه صحته وقوته ليضربنها 100 صوت، وعزم ألا يأكل من يدها طعاما ولا يذوق شرابا ولا يطلب منها شيئا حتى يقضي الله أمره. وبات أيوب عليه السلام وحيدا، فتفاقمت آلامه وأوجاعه الجسمية والنفسية، وأصبح وحيدا لا مؤنس له. فدعا ربه في لحظة ضيق ويأس وضعف، ونادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له ربه وكشف ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأوحى الله إليه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل أيوب بالماء وشرب كما أمره ربه، فعافاه الله من مرضه وأعاد له القوة والصحة والجمال. فلما رأته زوجته رحمة أنكرته ولم تعرف، ولكنها حين أقبلت عليه وتحادثا عرفته، وأخذت تبكي لله شكرا له بأنه من على زوجها بالشفاء. فنظر إليها زوجها معاتبا إياها على إلحاحها، ثم احتار كيف يبر بقسمه ويضرب المرأة التي حنت عليه ورأته في مرضه وصبرت على ابتلائها معه. فأوحى إليه الله تعالى بفتوى يبر بها قسمه، فقال له: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سورة ص، الآية 44. وهكذا جازاهما الله تعالى على صبرهما في محنتهما،
وأحسن لهما الجزاء. الأخير، كلما ضاقت بك نفسك قل: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انتهت حلقة اليوم، وإلى الحلقة القادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.